أشوف أولا بينت اليوم بأنه فعلا حصيلة الحكومة كانت إيجابية عموما، لأن دعمنا عدد من البرامج الاجتماعية وكان هناك تقوية للقدرة الشرائية للمواطنين. وبطبيعة الحال عندنا خصائص كاين باقي ناقص، ولكن هذا النقص راه متوارث، نقص بنيوي، ولكن على المستوى الاقتصادي بالخصوص كان هناك تحسن مهم للاقتصاد الوطني. نسبة الصادرات ارتفعت بشكل مهم، المغرب اليوم أكبر، أصبح أول مصدر للسيارات في إفريقيا. المغرب اليوم في مؤشر ديال ملامسة الرشوة تحسن الترتيب ديالو، كنا في المرتبة 90 عالميا ولينا في المرتبة 73، خصنا نحسنوا أكثر، ولكن حنا عندنا الإرادة باش نديروه. إذا هناك عدد من الأمور تحسنت حتى في التعليم، التعميم ديال التعليم ولا أكثر أوسع، والهدر المدرسي نقص بشكل كبير، باقي عندنا شوية خصنا نقلصوه أكثر. عندنا الاكتضاد في الدراسة حتى هو نقص، فهذه كلها إنجازات ديال الحكومة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.